السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم السجق. السجق من أكتر الأكلات المحببة للشعب المصري من كل الفئات، وتشكل بكذا طريقة عشان يدي طعم مختلف في الأكل، بس للأسف لأنه حاجة مفرومة فالغش فيه سهل قوي، وبيتملي حاجات مضرة جدا، ومع التوابل كل ده بيختفي. فالنهاردة إن شاء الله هعمله معاكم من الصفر، بحيث يدي نفس النتيجة بالظبط بتاعت الجاهز، ومن غير ما نستخدم الممبار بتاعه ونقعد نحشي، عشان الموضوع يبقى بسيط جدا معاكم، مش محتاج مكونات صعبة أو مهارات عالية. اول حاجه في السجق هي البرغل. البرغل هو اللي بيزود كميه السجق، وده من ضمن المكونات اللي بيلعب عليها الناس عشان يزودوا كميه السجق من غير تكلفه. انا هنا عامل حوالي 300 جرام لحمه، فهستخدم هنا ربع كوبايه برغل. المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف عشان تظبطوها براحتكم على حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. هزود عليه ميه مغليه واسيبه لمده 3 ساعه على جنب لحد ما يتشرب الميه وينفش. هاجي بعد كده في الكبة، هنزل باللحمة المفرومة اللي عندي، لازم يكون فيها نسبة دهنة كويسة. لو اللحمة حمرة شوية زودوا اي حتة دهنة من عندكم عشان تطر السجق ويبقى دسم معانا، ما يبقاش ناشف من جوه. هحط عليهم البرغل بعد ما اتنقع وتصفى من المية، ومعاه البهارات بتاعت السجق. البهارات عبارة عن ملح، فلفل اسود، بابريكا، كمون، كبابة صيني، وجوز الطيب. دي كلها بهارات موجودة في البيت اصلا، ممكن بس الكباب الصيني والبرغل اللي ما بيبقوش موجودين في البيت على طول، ودول سهلين جدا نجيبهم من عند اي عطار. معايا حوالي 8 فصوص ثوم مفرومين، كل ما الثوم زاد كل ما طعم السجق كان احلى، فممكن تزودوا منه عادي. واخر حاجة بقى هو الفلفل الملون الاحمر، ده اللي بيدي اللون المحمر بتاع السجق بدون اي اضافات ضاره. اضربه كويس جدا في الخلاط مع حبه ميه صغيرين عشان يساعد ان هو يتفرم كويس، وبضرب كل ده مع بعضه كويس جدا لحد ما المكونات تتجانس مع بعض كلها وتبقى بالشكل ده. وبس كده اللحمه اتحولت بقت سجق بكل سهوله ونفس الطعم بتاع بره بالظبط، من غير اي حاجه مضره فيه. لو انتوا هتشيلوه في الفريزر كده حطوه عادي في كيس وشيلوه، واستخدموه وقت ما تحبوا. انا عن نفسي بحب استخدمه كده لان بعرف اشكله وقت ما احب، خصوصا ان اغلب الاكل اللي انا بستخدم فيه السجق بيبقى محتاج السجق المفروم زي الفطير والبيتزا، لان طعمه بيبقى احلى بكتير من المحشي في الممبار، ده غير طبعا السندوتشات. لو انتوا عايزين تشكلوه على طول سيبوه الاول في التلاجة ساعة او اتنين عشان المكونات تتجانس والبرغل يدوب في اللحمة. انا هشكل كمية دلوقتي منه. الناس اللي كانت كتير من عربيات الكبده والسجق عارفين ان السجق بيتشكل بكذا طريقه، في منه المفروم، في منه الصحيح اللي كلنا عارفينه اللي بيبقى محطوط في المنبر، وفي منه الكفته المكوره دي. انا هشكله بالثلاث طرق دول. لو انتوا عندكم خلق ورغبه انكم تطلعوا شكل السجق الصحيح، هاتوا حاجه اسمها هانك من عند الجزار. الهانك ده بيبقى هو حاجه شبه المنبر بس بيبقى اصغر شويه، وهاتوا اي قمع عندكم وحش السجق فيه زي المنبر عادي جدا. لو مش عايزين توجعوا دماغكم شكلوه عادي صوابع بايديكم زي اللي انا هعملها هنا دي. هكون صريح معاكم، هو مش هيدي نفس الاحساس بالظبط بتاع الجاهز، بس بيوفر شويه مجهود. لكن بالنسبه للسجق المفروم والكفته فهم هيطلعوا معاكم نسخه من اللي انتوا بتجيبوه من بره. بعد ما تخلصوا الكميه اللي انتوا عايزينها يفضل تسيبوها ربع ساعه في التلاجة عشان بس السجق يتماسك مع بعضه وما يفكش اثناء التسويه. وده كده شكل السجق، اتعمل منه الكور اللي هي بتبقى عامله زي الكفته، اتعمل منه الصوابع الطويله والقصيره، والباقي ده اللي هو شكل المفروم العادي. وما تقلقوش ان هو ماسك مع بعضه هنا، لما بتنزلوه في الطاسه وبتقلبوه بالمعلقه السجق بيتفك من بعضه وبيتحول لسجق مفروم عادي جدا زي اللحمه المفرومه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ان شاء الله في فيديو تاني هينزل تكمله للوصفه دي، هيعجبكم قوي فاستنوه. وطبعا شكرا جدا ليكم للمتابعه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. سلام.